يسعد مساكم أو صباحكم أعزائي المشاهدين والمتابعين لقناة GIS4W. إذا كنت مشاهد ولأول مرة بتمنى منك أنك تعمل سبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل درس جديد. الدرس الثالث والمرحلة الأولى لتعلم RGS بثلاثة مراحل. الجيو داتابيس والمقصود فيها قاعدة بيانات جغرافية، وتتميز بأنه جميع الداتا اللي فيها لهم نفس نظام الإحداثيات الإكس والواي الكوردينيت سيستم، نفس المسقط البروجيكشنز والارتفاعات. يوجد نوعان من قواعد البيانات: بيرسونال جيو داتابيس مخصصة لاستخدام شخصي ومستخدم واحد، وتبلغ سعتها التخزينية 2 جيجا ويكون صيغتها MDB. النوع الثاني فايل جيو داتابيس مخصصة لاستخدام أكثر من مستخدم ملتي يوزر، وتكون سعتها التخزينية أكثر من 2 جيجا، وهي الأكثر استخداما لتخزين البيانات داخل RGS وأكثر مرونة وسهولة في الاستخدام. لإنشاء طبقات في RGS داخل جيو داتابيس نقوم بإنشاء جيو داتابيس وبعدها داتا سيت وبعدها فيتشر كلاس. المقصود بالفيتشر كلاس اللي هي الطبقات اللي بنعملها رسم بندخل عليها الداتا. أما ما يسمى بالشيب فايل تحتوي ملفات الشيب فايل على سمة أو ظاهرة جغرافية واحدة، وهي مصغرة لكي يتم التعامل معها داخل RGS والصيغة تبعتها SHP. أنا أنصح لأي مشروع على RGS سواء كان كبير أو صغير، لشركة أو لجامعة، إنه يتم التعامل مع قواعد البيانات وليس الشيب فايل. الفرق بين الشيب فايل والفيتشر كلاس نقوم بإنشائهم من خلال الارت كاتالوج. نكبس رايت كليك مكان ما بدنا نعمل أو ننشئ اللايرات. في عنا من القائمة النيو ننزل لتحت، في عنا شيب فايل. هيك احنا بدنا نقوم بإنشاء ملف من صيغة شيب فايل، وليكن اسمه رودز. مثلا احنا نرسم شوارع، نحط هون الفيتشر تايب، نحط نوع الطبقة، ممكن تكون نقط او لاين او بوليجون، هذول الاكثر استخدام. اخترنا نوع الطبقة اللي هي بوليجون. عندنا هون بدنا نحط نظام الاحداثيات. طبعا انا نظام الاحداثيات الفلسطيني عامله فيفوريت. وكيف نقدر نعمله فيفوريت؟ نروح على مكان هو موجود النظام، تم شرحه سابقا، فلسطين. نعمل رايت كليك ونحط اد تو فيفوريت. تلقائيا بيجي فوق، صار عندي 2، بدي احذف واحد، ريموف فروم فيفوريت. اخترنا احنا نظام الاسقاط او نظام الاحداثيات الكوردينيت سيستم. مجرد ما حطيت له اوكي ظهرت عنا الطبقة باسم رودز، هي الصيغة SHP شيب. اما بالنسبة للفايل جيو داتابيس، رايت كليك نيو فايل جيو داتابيس، طبعا هون بنحط اسم قاعدة البيانات، بعد ما تتم إضافة الجيو داتابيس رايت كليك نيو فيتشر داتا سيت، ندخل اسمها GIS مثلا، نختار الكوردينيت سيستم، نعمل له نيكست نيكست، بعديها فينيش. بعد ما نعمل الداتا سيت نروح على الداتا سيت، رايت كليك نيو فيتشر كلاس، ولتكن طبقة رودز. اضغط على زر نيكس. بعد ما وصلنا لهاي المرحلة هون بنقدر ندخل اسماء الفيلدز اللي بنحتاجهم عشان ندخل عليهم البيانات،
أو إذا في عنا طبقة موجودة عليها أسماء fields نحتاج نكتبهم، فبدل ما نكرر وناخد وقت وجهد أكثر فبنعمل import لأي طبقة وبناخد منها الفلدات. لتكن هاي الطبقة add، هاي أسماء الفيلدز اللي أخذناهم من الطبقة اللي عملنا لها import fields. طبعا لما عملنا add feature class ما سألنا انه اي او اي نظام كوردينيت احنا بنحتاج نشتغل عليه. ليش؟ لانه احنا بالداتا سيت او بالداتا سيت عرفنا نظام الاحداثيات، فاي طبقة جديدة بنضيفها ما بتزم نحط الكوردينيت سيستم. نضغط على زر فينيش. بعد ما انشأنا طبقتين باسم الرودز، واحدة شيف فايل والتانية داخل جيو داتابيس، راح نكتشف ان الشيف فايل موجود لوحده وبياناته خاصة فيه، اما الفيتشر كلاس موجود مع مجموعة طبقات، في عنا بيانات مشتركة بتكون مع هاي الطبقات الموجودة داخل الداتا سيت. من خلال اول اشي عنا نقدر نعمل اللايرات الموجودة داخل الداتا سيت، نقدر نعمل توبولوجي نتورك داتا سيت بارسل فابريك وباقي التطبيقات. اما اللاير من نوع شيب فايل ما نقدرش نعمل اشي عليه، لذلك الافضل انه نعمل داتابيز داتا سيت فيتشر كلاس. بعد ذلك راح نتعرف على انواع الفيلدز. في عنا فيلدز مجرد ما تعمل انشاء لاي طبقة بتطلع مع البرنامج مباشرة بطلعها، مثل الشيب فايل مثلا عندك الحق الثلاثة هذول لحالهم بيظهروا، اما داخل جيو داتابيس طبعا هذول الفلدات ظهروا هون، هذول احنا عملنا لهم امبورت. خلينا نضيف او ننشئ طبقة جديدة نسميها بارسلز، هاي الطبقة نروح على اوبن اتريبيوت تيبل، عندنا اربع فلدات هذول بيظهروا مباشرة مع البرنامج ما بنعملهم اد. ننتقل الان الى انواع الفيلدز، تيبل اوبشنز، نروح على اد فيلد. عندنا اول نوع انتجر، لونج انتجر، فلوت، دبل، تكست، وديت. طبعا الشرط مقصود فيه انه عدد صحيح صغير او قصير، شورت عفوا شورت. بهاي الخانة بنقدر نحدد عدد الارقام، مثلا اذا بنحط هون رقم 2 العدد الصحيح اللي راح نقدر نضيفه فقط 2، اي 2. النوع الثاني لونج انتجر، عن عدد صحيح طويل، دخلي هون 0 لونج. النوع الثالث فلوت والدبل، فلوت والدبل مقصود فيها انه ارقام صحيحة مع اعداد عشرية، طبعا التنتين نفس القيمة لكن الدبل بتكون ادق، راح نكشف هذا في التطبيق العملي. مقصود بهاي الخانة سكيل انه بنحط عدد الارقام اللي بعد العدد الصحيح، خليهم زي ما هم ديفولت. بنروح على نسمي هون عشان نعرف نميز بين جميع الحقول جميع انواع الفيلدز. عندنا الدبل نوع اخر اللي هو من نوع تكست، طبعا النوع تكست هذا كل اشي بتقدر تضيف فيه، نقدر نكتب ارقام مع حروف مع اعداد عشرية مع اعداد صحيحة مع كل شيء. هون الرقم 50 بدل عدد الاحرف داخل الحقل، اكثر من 50 حرف ما بقدر اكتب، بقدر احط اكثر مثلا 70 20، شغلة اختياري.
آخر نوع موجود عندنا الديت، يعني فقط خاص للتواريخ. سريعا نفتح ستار إديتينج، نرسم فيوتشر واحدة، نروح على الاد فيلدز. عندنا أول نوع من الحقول، عندنا الشورت يعني مقصود فيه عدد صحيح قصير. طبعا أنا حطيت الشرط رقم 2، يعني أكثر من عددين أو أكثر من رقمين ما بزبط أضيف. 12 زبط معي، أما 122 ما بزبط لأن أنا حطيت الشرط 2. إذا بخلي الشرط 0 فبيجي عندي ديفولت، بقدر أحط 5 خانات لأنه من نوع شرط وليس لونج. لونج بقدر أحط أكثر إشي، وبقدر أضيف كم أقدر من الأعداد. أما في الخانة فلوت، يعني خانة الأعداد العشرية، حط 1.123456 للرقم 9. نفس الإشي في الدبل، 1.2 لرقم 9. نفس الأرقام إجا عنا، لكن لما أجي أكبس دبل كليك على هذا الحقل ظهر لي 1.2.3.4.5.7، أما في الدبل 1.2 للتسعة نفس ما أنا أدخلت ظهر لي، لذلك الدبل يعتبر أدق من الفلوت. أما الفيلد تكست مقصود فيه إنه نقدر نكتب كل إشي، نظم المعلومات نظم المعلومات الجغرافي 25.25 مثلا. أما الديت، ديت مقصود في التاريخ، 1/1/2020 مقصود فيه يعني اليوم الأول من الشهر 1 سنة 2020. مشاهدين والمتابعين، احنا هيك وصلنا لنهاية الدرس الثالث من المرحلة الأولى لتعلم RGS بثلاثة مراحل. أتمنى منكم أنكم استفدتوا من الدرس وعرفتوا تميزوا بين الشيف فايل والجي داتابيس والفيتشر كلاس والداتا سيت. بالإضافة لذلك تعلمنا على جميع أنواع الحقول الموجودة داخل الارك جي اي اف. تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير للفيديو لتفيد أي شخص حاب يتعلم على الار جي اس. رابط القناة على الفيسبوك أسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم. We'll be right back.